يقول حفظكم الله وأحسن إليكم، على أسوار البقيع الكثير من الناس، على أسوار البقيع عند المسجد النبوي يكون الكثير من الناس، فهل يعتبر هذا من زيارة القبور؟ ايش يقول؟ على أسوار البقيع، مقبرة البقيع في المدينة، ايش فيها؟ يقول يكون عليها بعض الناس يعني، فهل عملهم هذا من زيارة القبور؟ هو نوع من زيارة القبور، نعم، يدعو للأموات إذا مر بهم أو اطلع عليهم على المقبرة يدعو لهم، هذه زيارة. وأيضا ما يسمح له بالدخول، يعمل ما يمكنه من ذلك، يدعو للأموات. نعم.